ما حكم من قتل كلبا؟ إن كان الكلب عقورا يجوز كلبه. كلب مأذون في استعماله كلب صيد أو كلب كذا طبعا لا يجوز. كلب الصيد أو كلب الحراسة يجوز تملكه ويصبح معصوما بهذا المعنى ولا يجوز العدوان عليه، ومن اعتدى عليه يكون ضامنا. أما الكلب العقور من جملة الفواسق اللواتي يقتلن في الحل والحرم. أسأل الله لك التوفيق والسداد والرشاد يا رب.